كنت أسمع بأن الشيعة يعبدون الإمام علي عليه السلام، كنت أسمع بأن الشيعة يفضلون الإمام علي عليه السلام على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بهذه الكلمات، هذه الكلمات التي تكلم بها مستبصر جزائري لنور محمد وآل محمد. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية وقصة جديدة من قصص المستبصرين لنور محمد وآل محمد، حيث سأنقل كلمة لهذا المستبصر الجزائري والذي قالها صريحة: نعم أنا وليت أهل البيت عليهم السلام، لأن كل شيء في هذا الكون يحتاج إلى أدلة عقلية، يحتاج إلى الأدلة العقلية، لكن أهل البيت عليهم السلام هناك أدلة إيمانية. وسيفصل هذا المستبصر الجزائري، يقول: الكذب الوهابي المستمر والذي دائما ما كنت أسمع من شيوخ الوهابية بأن الشيعة يعبدون الإمام علي عليه السلام، يفضلون الإمام علي عليه السلام على الرسول، يعبدون الأضرحة ويعبدون القبور وهم يشركون بالله. هذا الكلام اللي دائما ما نسمعه، والذي دائما صراحة أصبحت أفرح لما يكون الوهابية يتكلموا بهذا الكلام، لأن الناس تستبصر وتبحث. هناك نقطة مهمة ومحورية سأعقب عليها بكون هذا الشخص لماذا تشيع. هناك نقطة محورية إن شاء الله ستسمعونها وأركز عليها إن شاء الله بالتعقيب النهائي. إذن خليكم مع هذا المقطع الصوتي وبعدها نرجع بالتعقيب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وآله. قد طلب أخي علي أن أدلي بشهادتي حول كيفية التشيع أو الاستبصار إن صح القول. قبل أن أبدأ أريد فقط أن أقول أني عاهدت نفسي أن أقول إلى ما أعرفه أو أقول إلى الحقيقة. أولا، العديد من الأمور أو جميع الأمور تقوم على الأدلة العقلية والمنطقية في غالب الأحيان، وهي الأدلة القاطعة. لكن عندما تأتي إلى قضية أهل البيت فهي ليست فقط مدعمة أو مزكية بأدلة عقلية ونصية، ولكن أيضا إيمانية، وكأن الله يريد أن يثبتها بجميع الطرق والوسائل. عندما كنت على مذهب السنة بين قوسين، كنت أسمع أن الشيعة على أنهم يعبدون علي ويكرهون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحرفون القرآن ولا يحبون الصحابة. كان هذا رأي علماء السنة وأئمة المساجد. ربما تأثرت بهذا لأني أتبعهم بطبيعة الحال، لكن في أعماق قلبي ليست لدي أي حقد، بل كنت أحب أن أشاهد أو أستمع إلى علماء أو شخصيات شيعية. فمثلا كنت أحب أن أستمع إلى الخطب السياسية للشهيد سيد الحكيم الذي اغتيل في انفجار في العراق، رغم أني كنت سني وليس لدي أي ميول إلى مذهب الشيعة. كنت أتابع العديد من الحلقات أو المقالات في برامج تلفزيونية سنية تحاول أن ترد على الشيعة، وكنت متحيزا إليها بحكم ثقافة السنية. لكن مع الوقت اكتشفت أن كل اتهامات ضد الشيعة كانت باطلة أصلا. ولكن كيف أقنع نفسي؟ أولا، لا يمكن أن تقتنع من كتب شيعية، لأنه ليس من المنطقي أو العقلي أن تستشهد بالكتب الخصم على الإجمال عندما تريد أن تقنع نفسك. الجواب ببساطة هي من كتب السنة. فقد حاولوا منذ قرون أن يخفوا فضل وحق أهل البيت، لكن الله متم نوره ولو كرهوا. كنت أسمع كثيرا عن حديث إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي في طفولتي في المشاشد وخطب الجمعة، وقد ترسخ هذا الحديث في عقلي. لكن تثبت لي مع الوقت أن هذا الحديث باطل، حيث وقع لي أن شوك، يعني وقع لي أن شوك
حيث هذا الحديث باطل، ليس فقط باطل بل هو موضوع عند أهل السنة، وقد وضعه مالك وليس له أي سند، حيث استدل بحديث صحيح مع أسانيد قوية ومختلفة وصحيحة، وهو حديث كتاب الله وعترة أهل بيته. وعندما ترى أنهم يقولون أن كتاب الله محرف، وكنت أرى في قنوات التلفاز الشيعية حتى المتطرفة أو المتشددة التي لا تستعبد التقية أنهم يتلونه ويمجدونه ويتعبدون به، ومن جهة أخرى فترى في عند أحاديث أهل السنة يعتقدون أنه ناقص، وأن الدجاج مثلا أكل الصحيفة التي كان يكتب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الصحاح، وقد روته زوجة من زوجات النبي. عندما كنت أستمع إلى الأدعية السجادية وأنا سني، سبحان الله، تتأكد أن هذه الأدعية مستحيل أن يقولها إلا نبي أو وصي نبي. تعرف التوحيد، تعرف الله عز وجل، هو توحيد بعيد كل بعد عن تشبيه الإله أو مقارنته بالبشر أو المخلوقات تعالى عن ذلك. هي أدعية تلتمس فيها قدرة الإله وتتأكد أن أهل البيت هم عباد الله وليسوا بآلهة، وأن الله فضلهم وهم رحمة لنا. والله لم أسمع بكلام أحسن وأجمل كلام بعد القرآن بعد هذه الأدعية الرائعة. ثم أخيرا كنت أبحث عن إمام زماني، لأن من مات ولم يعرف إمام زماني مات ميتة جاهلية عند أهل السنة. وقد وقعت في كوارث ومطبات لا أريد أن أدخل فيها، لكن المفيد وجدت في كتب أهل السنة أن 12 إماما فقد قالوا فلان وفلان بدون ذكر الأسماء، وكلهم أو أغلبهم طغاة ظلام، وصفة الإمامة لم أجدها إلا في محمد وآل بيته. ثم أختم كلامي وأقول إن حب أهل البيت وبغض أعدائهم هو إحساس لا يمكن وصفه، فبحبهم تتجلى جميع الشهوات من حب المال أو البنون أو النساء أو أي شيء مادي. فلو أتخلي الله والعياذ بالله جهنم لا لقلة زادي أو عملي، فحب محمد وآله هو مؤنسي وأعز ما أملك في نفسي، وأسأل الله أن يرحمنا بهم ويدخلنا جناته بحق فاطمة الزهراء وبعلها وأبيها وبنيها والسر المستودع فيها. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا الشيء الرئيسي، أولا حياكم الله من جديد، طبعا الشيء الرئيسي الذي جعله يستبصر هو الاستماع إلى الطرف الآخر والإنصات إلى الطرف الآخر والإنصات إلى دليل الطرف الآخر، فهو يتكلم بكلام عقلاني جدا، وهو نعم هناك أشياء ضد الشيعة تثار، لكن مع ذلك أنا أسمع إلى الشيعة وإلى كلام الشيعة وإلى كلام علماء الشيعة. فالآن الكلام المهم أنه أنت يجب عليك أن تسمع، سواء أنت أيها الشيعة يجب عليك أن تسمع للطرف الآخر وتعرف حججه وتتحظها بالحجة والبرهان. فأيها الأخ السني عليك أن تبحث، عليك أن تبين وأن تسمع، أن تسمع من الشيعة ولا تكتفي بالاستماع إلى عقائد الشيعة من خصومهم. هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم. نبارك للأخ ونطلب منه إذا كان يستمع لهذا الفيديو أن يدعو لنا، لأهلي، لأقاربي، لمن يتابع هذه القناة والمتابعين ومشاركة قناة خبوات الفكرية، نرجو منه الدعاء لنا، وإن شاء الله نحشر جميعا مع محمد وآل محمد، وفي أمان الله.